هي آخرتك يعني هاد؟ أوف بابا ريحة؟ صباح الخير. صباح النور يا روحي، كيف صرتي؟ أحسن اليوم؟ إيه بس تعبانة شوي لسه، أخذت إجازة. ممتاز، هيك ترتاحي بالبيت ومنشوفك أكتر. أصلاً حسيت إنهم عم يشغلوكي كتير. بابا شو هاد؟ أكل عصافير لك شو هاد؟ الفطور؟ هذا اختراع جديد لأمك، يعني عم تربيني ولهيك عم تتركني جوعان، بس ليش عم تعمل هيك ما بعرف، وخايف أسألها هالسؤال والله. أنا رح أطبخ اليوم مشان ما نموت من الجوع، وهيك بترضى علي أمك ما؟ معناتها بفتح المحل أنا وبتسلى بالمجلات. اتفقنا، قلي لي شو مشتهية أطبخ لك؟ تعرف شو عم قول بيني وبين حالي؟ لك طبخ بابا أسوأ من طبخي، شلون بدنا ناكل من تحت إيديه؟ شو بدي أعمل؟ بطالع الوصفة من النت وبلتزم فيها على قد ما بقدر، بعمل أي شيء لخلي هالوش الحلو يضحك. قلي لي شو لازم أعمل لك لحتى أشوفك عم تضحكي؟ بس ضمني لصدرك يا روح قلبي. أنت يا عمري كتير بحبك. صحة وهنا يا روح. على قلبي. قول على مهلك تشبع أكتر. ايه مزبوط. مالي عرفان من وين بدي بلش. هاي بالأول. أهلا وسهلا، شرفتك. العافية ريهام، أنا ما عم صدق اللي عم شوفه. أهلين وسهلين، أنت رجعتي على المحل، كأنه صار فينا نقول أنه رجعت ريهام لبقالية ليلى مرة تانية. إيه رجعت زبرجد، شو بدك؟ لازمك شي غرض لفوت جيبه؟ لا أبدا ما بدي شي ابنه. على فكرة هنيك على هديك الزاوية فتحت محل جديد، يعني نحن صرنا جيران بالمحلات. فتحت محل عم بيع فيه لانجري أشكال وألوان، عم بيع كتير الحمد لله، وأنا جاي لهون مشان خبري. أها موبايلي عم يرن. ليك لا تترك محلك فاضي بتخسر. المحل بده رجل مكسورة، ما بصير ينترك. ما لا تتركه فاضي، روح الحق رزقك. يلا طبعا لا تختفي ريهام، خليني اشوفك. شو ما عم ترد؟ رؤي عم يرن. الو نعم جيجي، شو اخبارك انس ريهام؟ وينك لهلا؟ الساعة 10:22 دقيقة من التسعة كان لازم تكوني هون. دارين خانم اجت وجان بيك اجى الكل اجوا، وينك لهلا؟ انا استقلت. كيف يعني استقلتي؟ وامتى استقلتي؟ ومن مين استقلتي اصلا وليه؟ لحالي استقلت. ليش استقالت؟ شو صاير معها؟ ما بيصير تستقلي لحالك، لازم تجي على الشركة وتقدمي استقالتك، واصلا دارين خانم رح تقلعك بعد هالتأخير بكل الأحوال. قلت لك ماني جاي شباب. شو عم تقولي ريهام؟ إذا إجا جان بيك وسأل عنك شو بدي أقله أنا وقتها؟ جيجي جان بيك. جيجي ريهام وينها؟ جيجي اصحك تعطي الموبايل. بالموبايل؟ لا بالبيت، هي بالبيت قال استقالت وما رح تجي. ألو ريهام؟ شو بدك جيجي؟ استني وافي وافي ريهام، لا تسكري. شو صاير؟ أنا ما رح أجي ابنه، استقلت. استقلتي؟ ايه وليش بقى؟ يعني لأنه كتير مليت، ما عاد بدي أشتغل بقى، وبعدين خطيبي ما بده يعني أشتغل لأنه عم أتعب، وقال لي إنه عم أقضي كل الوقت عندكم بالشركة فما عم أفضل حتى أشوفه، فبطلت. خطيبك ما بده؟ خلاص تيست ريهام، رح أسألك لآخر مرة، ما رح تجي لهون؟ قلت لك مو جاية. جامبيك أنا أول شي بدي أتشكرك كتير على الفرصة واللي تعلمته منك بالشغل عندكم، يعني عن جد الشغل كان. ألو سكر بخلقتي. كيف يعني؟ دقيقة بس دقيقة، هيك وانت عم تحكي معه على الموبايل سكر بوشك؟ والله مو حلوة، عن جد عيب عليه. مو مشكلة جيهان، أكيد تضايق، يعني هو مديري وحقه ينزعج. بعدين دخيلك ما رح تفلس الشركة بلايي، بعد ساعة بتلاقيهم جابوا بدالي موظفة خدمة. ايه أحسن، وهيك موضوع جنبك بيكون تسكر وريحتي حالك. بس والله يعني الحقيقة هو حلو بياخد العقل، وعن جد كتير ظريف وأحلى من ثلاث أرباع الشباب. بس عادي، ايه مو مشكلة، بيلتقى غير جان عادي بتلاقي. لا ما تلاقي. انتي ما ريحتيني، زدتي لي همي. جيهان يا ريت لو في واحد تاني مثله لجان. يا ريت. تشربي مي غازية نتذكر ايام زمان. ايه افتحي لي وحدة لأشربها وخلاص، لا تقلبي وشي يلي كاتبه الله يا محلا. بتعرفي شو؟ اشتقت كتير للبقالية والله، يعني أنا حياتي هون،
بحط المجلات على ستاند وبحط أناني العصير جوا. هالشغلات بنبسط فيهم، هذا هو شغلي. شو الشركة؟ عجقة ناس وإعلانات وحملات، شغل تصاميم ومشاريع. هنيك الحياة كلها ألوان وعجقة وفوضى، ما أنا طبيعية يعني، طول الوقت بتضلي عم تشتغلي. أنا ماني قدها عن جد، كبيرة علي، فالأحسن إني أرجع لهون، ما هيك؟ إيه صح، معك حق. بالأخير أبي عنده بقالية وما عنده صبي يساعده. إيه أكيد، شو فيها؟ ما رح أتركه، حرام. هاي بقاليتنا، يعني ما عندي مدير هون، شو بدي أحسن من هيك؟ طيبة إجت بوقتها. ليكي بالإذن، أنا عندي كم شغلة لازم أعملها. قولي شو حلو بجنة؟ يعني وجود شاب حلو وظريف كتير ضروري بحياتنا. يعني شو عم خبص؟ يلا امشي، تشربي قنينتك على الطريق. لوين؟ على الوكالة. ما بدي روح. ايه وانا ما رح روح، بقرا مجلة. شو هاي؟ مجلة الآداب والثقافة، رح اقراها. وأساساً هاي بقالية فيها مي وأكل وشرب، شي مناسب للقعدة، والهوايات ظراف، رح أقراهم كلهم مو مشكلة. لك شو حضرت لك؟ أكل كتير طيبة، أنا متأكدة إنك رح تحب أدوقها. بعدين هي فيها كتير بروتين مشان العضلات. أوه. رح تلاقيهم عم يكبروا ويصيروا أحلى. ألف صحة وهنا. ما أحلاك. أنت ساحرة يا بنت، عن جد ساحرة. والله مو سهلة. لك مستحيل حدا ينفذ منه. هذا مو نفس اللي بيجي مع ريهام. شهي ريهام، عن جد كتير طيبة، كتير حبيتها. عن جد انت مانك جينة، طبقتي؟ لا تصدقوا حكي، عم تكذب هاي. ايه دارين، هي اجتماع. كمان هالمرة نسيت الاجتماع. طيب تمام، رح اجي فورا. ريهام طلع لنا اجتماع طارئ، رح روح مشان اقدم حملة الجاج اللي اعطيتينا فكرتها. امتى بتسكروا البقالية؟ رح سكرها فورا. تمام، معناتها بشوفك المساء بالبيت، رح اجي زوركم. جاي على البيت؟ جنبك؟ جاي لعندهم على البيت؟ رح يجي على البيت أهلا. لك يخرب بيتك، شو هالإذن اللي عندها هالمرة؟ شلون بتسمع؟ صحة وهنا. على قلبك. أمير بيك، إذا مو مرتاح بالقعدة فينا نروح لمكان تاني. لا مو مشكلة. ريهام، ليه استقلتي؟ ليه ما استنيتي؟ لا تشغل بالك، ما رح أحكي عنك أبداً. حاولت أحكي مع جان بيك بس ما قدرت أعترف، وهو عم يضغط علي دائماً، فما رح أقدر كمل شغل بهالوضع. كيف عم يضغط؟ يعني معقول شاكك؟ ما بعرف، أنا ما بتوقع. إجا على البقالية ليسألني ليش استقلت، وقال رح يرجع مرة تانية لو سمحت، قل له ما عاد يجي بقى. فهمت، خلص أنا بحكي معه. شوفي ريهام، أنا كتير بعتذر، ورطتك بكل هالمشاكل، لو فيني امحي اللي صار. لما تطلع أنت وجان بيك من حياتي وقتها بتكون محيته. لو سمحت لا تدق لي، لا أنت ولا جان بيك حتى. تمام، بالإذن منك. عندي سؤال، أنا لهلأ ما استوعبت اللي صار، معلش تقلي ليش سويت هيك مع أخوك؟ الموضوع شاغل لي بالي بصراحة. هذا الشيء من سنين وأنا عم عيشه،
شغلات بدي اياها وما حصلت عليها. الفرص تجي دائما لحضن جان. حتى ابي بيحبه له اكثر مني. خلص القصه طويله كثير. حكيت انا وابي وهو راجع، وجان قايل انه عم يفكر يسافر، وانا خلال هالفتره حادرس اموري، يمكن انا استقيل كمان. جان بيك رح يسافر متأكد؟ ما ضل عنده سبب لحتى يضل هون. جان ما بيقعد بمكان واحد، ما بيقدر ينأسر، بيحب يكون حر. الكل بيحبوا يضلوا مع جان، بس هو ما في يضل مع حدا، دغري بمل من كل شي ومن الكل. هيك فجأة وبدون سبب بيمشي. برجع بعتذر، أنا رح أمشي. لا. ريهامتي، شو رأيك نروح على الشاطئ ومناخد موزو معنا وبيخبص مثل العادة ونحن منضحك؟ والله رح نتسلى كتير. أنا أساساً جاي من هنيك، ما بدي روح. بصراحة أنا حابة أكون مدربتك بالحياة، بس يعني الشيء اللي عم تعيشي أكبر من طاقتي ريهام. مع الوقت بتحسن، ما تاكلي همي. رح أرجع لحياتي القديمة وأنسى اللي صار. طلبت من أمير بيك إنه يبعد أخوه عني. وهاد جان بيك ما بده يحل عنك. جيهان، أكيد عارف إني بحبه هلا، وصار متقصد إنه يلعب معي لعبة القط والفار. عارف؟ معقولة؟ إذا ما عارف لكن ليش مصر يضل يسألني كل مرة شو كنت بدي أقله بالبيت؟ أو بلكي هو من الرجال اللي بيحبوا الاعترافات، ناطر تعترفي له إنك بتحبيه مثلاً، وهيك بسجل عنده بنت جديدة وبروح لوحدة تانية فوراً. في عنده كتير بنات راكدين ورا. انسي، القصة خلصت. إيه فعلاً، راح الهم، ارتاح راسك. مو هيك الهيئة جان بيك؟ يا ويلي، شو هاد؟ جاي لعندك جيهان. نزلي لعنده لهي، اتفقنا؟ وانتي لوين رح تروحي؟ ما بعرف لوين رح اروح، بلاقي حل. اي طيب، وانا مثلا بشو بدي لهي؟ مرحبا جان بيك، اهلا وسهلا. شكرا وهيبه خانم، طمنيني عنك. انا منيحه، كيفك انت؟ كثير منيح بنشكر الله. ريهام موجوده بالبيت؟ ايه بالبيت باوضتها. فوت تفضل. ريهام عامله شي مشكله؟ لا مو هيك، جايه مشان موضوع تاني، ما في مشاكل. حاستناها هون، بس ناديلها لو سمحتي. تمام. ريهام، ريهام يا روحي، انزلي، جان بيك واقف عم يستناكي. اهلا وسهلا جان بيك. مرحبا. ما شاء الله عليك، طالع كتير حلو، الطوق كتير استاني. ريهام مو هون، بشو بساعدك؟ روحي بسرعة ونادي لريهام. يلا يلا طلعي لفوق ونادي ريهام على السريع. بس ما حلوة هيك تضلي واقفة هون وهيبة خانم. خلاص ما في داعي، خليكي جوا حضرتك وأنا هون عم بستناها لحتى تجي، ما بدي عزبك. أستغفر الله ولو، بس طالما حكيت رح فوت. عم أهلك، ديري بالك. ايه سلامات، يسعد مساك أخي. ومساك يا عم، أهلين. مين هون؟ جيهان افتحي جان بيك على الباب عم يستناكي. ليكي لا تنزلي، خليكي عند الباب. جيهان رح أهرب من البيت. شو قلتي؟ ما فهمت عليكي. يا الله. يي ريهام، ريهام بنتي افتحي الباب، شبك. يا الله دخيلك. لك ما في صوت، ما عم تفتح الباب، وين اختفيت؟ لا اكيد صاير شي. ريهام
مذهلة فظيعة. قد ما حكيت عنك قليل، انت رهيبة. يلا تعي جيبي البوط وتعي نحكي شوي. مو طبيعية. البسي البسي برجلك، مو معقولة. لا لا، من هون السيارة ليكا. أنا وأختي نحن وصغار كنا نهرب هيك من البيت. انتبهي منقعد هنيك. ايه، وطبعا لما نرجع كنا ننط عن حيط الجنينة. طفولتي كانت مليانة بالحركة. وطفولتي كمان كانت مليانة حركة ونشاط. كنت تعربش على الشجر مثل القطاط. ايه طبعا متوقع. جان بيك، ليش بتضل عم تلاحقني كل الوقت؟ ليش برأيك؟ ما بعرف. ما بتعرفي. وليش دائما بتخليني شوفك ريهام؟ يعني ليش اجيتي على بيتي مرة بنص الليل؟ أو ليش مثلاً تمشيتي بالغابة كذا كيلومتر مشان تدوري علي؟ يعني ليش لما مد إيدي بتوافي تمسكيها وبتروحي معي؟ ليش؟ ما بعرف. هاد جوابك؟ معناتها أنا رح أقلك. ما بتعرفي لأنه ما في داعي بنوب. لا تفكري بالموضوع، اسمعي قلبك شو بيقول. كيف؟ روحك وقلبك، المهم انك تسمعيهم. سمعت قلبي لهيك اجيت لعندك. ريهام هلأ لشو البكاء؟ شو صار لحتى نزلوا دموعك؟ شو في؟ كيف قدرتي تضلي بريئة لهالدرجة؟ ما بعرف. حاسة إني ما بعرفك. صايرة وحدة تانية بشعة وشريرة كتير كمان. عم تعملي مشاكل بمكان شغلك وعم تضحكي على الأخين وتستغليهم. احكي ورح تخبري عن عمايلك؟ آه؟ فتي على البيت مثل حرامية وسربتي معلومات وجبتي على مكتبي صور تبع الحملة. رح تحكي له كل هالشغلات؟ ريهام، ريهام لوين رايحة؟ جان بيك انت فهمت كل تصرفاتي غلط. ريهام بعد عني لو سمحت، خلص اتركني. جان بيك لو سمحت اتركني، خلص اتركني. ريهام لك تمشان الله، ليش هيك عم تساوي؟ ما عم بفهمك، ما عم بفهم شي. ما بدي اياك فهمني، اتركني وخلاص. انت اصلا ما بتعرف شو انا، ما بتعرف مين بكون. اتركني، ما بدي اياك، كتير واضح اللي عم قوله. اسمعي ريهام، هالمزح مو وقته. عم تحكي جد؟ بدك روح يعني؟ ريهام ليكي، آخر مرة بسألك ولهيك فكري منيح. إذا قلتيلي ضل بضل، وإذا قلتيلي تركني ما عاد تشوفي وشي، تركني.
وين كنتي احكي؟ ليكني رجعت، معلش نحكي بالموضوع بعدين. هلا قولي. ريهام خير بنتي؟ شوفي ليش عم تبكي؟ خوفتيني، شو الموضوع؟ ولا شيء، ما تخافي. هذا اللي اسمه جامبيك المدير تبع الشغل، عمل شيء ضايقك؟ يعني ليكون قال لك مشان هيك زعلانه؟ لا هو ما عمل لي شيء امي. بنتي شو صاير؟ فهميني، لا تخليني جن. انطقي. امي ما فيني خبرك، يعني ضروري كل شيء تعرفوا عني؟ انا متضايقه، قلبي موجوع، ما عاد تساليني شو في، مو ضروري تعرفي. تعي حبيبتي، تعالي لهون. هادي رؤية يا روحي، ولا يهمك، لا تحكي إذا مو حابة. بنتي الصغيرة حبيبة قلبي. أمي ما عاد بدي روح على هديك الشركة بنوم. تعبت. خلص لا تروحي، لا تروحي إذا أنت بدك هيك. أمي تركيني لحالي. أنا مو أمك، أنا جيهان، فيني فوت لعندك شوي؟ تعي جيهان. شبك ريهام؟ شو صاير معك؟ آه؟ يلا حكيلي. صارت شغلات كتير بشعة، بظن جامبيك تأكد هلأ أني بحبه وحاول يخليني أحكي. يا الله خلصنا. شو بو جامبيك، ما عاد عنده شغلة غيرك؟ شو بده فيكي بقى؟ تصرفت معه بطريقة سيئة وكذبت عليه وما قدرت أقول له الحقيقة أبدا، اضطريت أرجع كذب عليه كذبة تانية، وهلأ تركني، قال لي ما عاد تشوفي وشي مرة تانية. شلون أنا بدي أعيش بلا؟ أوف. تعرفي شو فكرت للحظة؟ يعني إنه بلكي هو كان بيحبني وساكت، وقلت لحالي ريهام خلص هلأ اعترفي بكل شي، كوني مع جان ديفيد المصور العالمي المشهور الشاب الذكي اللي قلبه طيب. وبعدين قلت يا ريهام شبك اصلا، كيف رح تبرري له؟ رح تخبريه على الخاتم وكيف سرقتي الملفات من البيت؟ دمرت له كل شيء، شوهت اسمه، المهنة اللي بيحبها دمرتها، وسمعته تشوهت بسببي، كيف بده يفهمني؟ لنقول إني بررت، معقول بعد كل هذا يحبني مثل قبل مثلا؟ هالشي بس بيصير بالأفلام مو بالواقع، لهيك لازم أقضي حياتي عم أبكي وأتحسر وبس. لك اف، لا تقولي هيك، خلص حبيبتي. امسكي في داكي شو ما صار، يلا امسحي دموعي. شو بدي ساوي؟ هدول المشاعر أول مرة بحس فيهم، بدي إياكي تساعديني للاقي طريقة أنسى وأنسى حبه. متخيلة إني ما رح ساعدك ريهام؟ أنا رفيقتك وجنبك لك هبلة. اسمعي لقلك، تعرفي شغلة؟ الحب الأفلاطوني أحسن شي بالدنيا، بتحبي من بعيد ولحالك، لا هم ولا غم، وراسك بضل مرتاح، وهيك حبي لجنبك. خلص حبي بخيالك وسكري على الموضوع. وبعدين شو من شان ألباتروس تبعك؟ شو شكلك نسيتي؟ تركي ورجعي دوري على ألباتروس تبعك. مزبوط. هو هيك، أنا ما عاد لازم فكر فيه. بعدين شلون وحدة بتحب واحد وبتنادي له يا بيك؟ ايه والله، وبصراحة ما كانت ظابطة براسي قال يا بيك. بس هاد جان بيك ما بعرف كيف، كتير مختلف، بتحسي اللي مثله بيظهر مرة وحدة كل قرن، كتير ظريف وشكله كتير حلو، صعب تلاقي مثله بالدنيا. يبعت لي حمى ما أغباني. والله بالغلط، شو كنا عم نقول؟ كنا عم نحكي عن ألباتروس. ها؟ طلعي ألباتروس ليكو قدامك.